النهارده عشان نقول اللي حصل معانا من همجيه الامن اللي حصلت يوم مجلس الشورى، ولكن في الحقيقه ده مش جديد عليهم، سبق قبل كده وعملوا ده معانا في 2003 و2004 و2007 وايام الثوره ولغايه دلوقتي. وده يؤكد ان دوله مبارك لسه زي ما هي، الداخليه لم تطهر حتى الان، وان احنا نازلين النهارده وكنا هننزل نازلين يوم مجلس الشورى وكل يوم عشان نقول احنا الطرف الثالث، احنا البديل الثالث، احنا ولا اخوان ولا عسكر. الباشا وهو بيضربني في اسم التجمع الخامس قال لي وحياه امك انتوا بقالكم 3 سنين مطلعين عيننا. انا دلوقتي من هنا بوعده ان احنا هنستمر ان احنا نطلع عينه ونطلع عين اي ايد بطشه وايد الجلادين كلهم. يسكت يسكت حكم العسكر، يسكت يسكت حكم العسكر، يسكت يسكت حكم العسكر، يسكت يسكت حكم العسكر. قانون التظاهر والمحاكمات العسكريه للمدنيين وغياب العداله الاجتماعيه والقصاص وغيرها من الحاجات هي معركتنا في الفتره الجايه. ضربتونا وتحرشتوا بينا وربطونا في الصحراء، ولكن انتوا مش فاهمين ولغايه دلوقتي ما فهمتوناش. عملتوا فينا ده قبل كده مرات كتير وكملنا، وحصلت ثوره 25 يناير، ومن هنا بوعدكم بثوره تانية جديده هتشيلي قدامها كل غبي، كل مش قادر يفهم شباب الثوره ومش قادر يفهم ان دي معركه حياه او موت. قوانينكم القمعيه قصادها حياتنا، واحنا مكملين. شكرا.